مبابي يريد المغادرة والخليفي يرد الباب مفتوح وريال مدريد يغرد من بعيد. خصام واضح وخلاف فاضح بين مبابي والخليفي حول تمديد العقد لسنة واحدة العام المقبل وبين الخروج الآن بسعر منخفض. مبابي كيرفض تمديد العقد ديالو العام المقبل سنة واحدة، والخليفي كيرفع ثمن مبابي إلى السقف باش يمنع ريال مدريد من شراء اللاعب هذا الموسم. مبابي تسأل في التصريح ديالو على سبب الفشل ديال النادي في دوري أبطال أوروبا وحمل المسؤولين سبب هذا الفشل، بل أكثر من هذا اتهمهم بأنهم السبب في انقسام النادي. اللاعبين والرئيس اعتبروا هذا التصريح إهانة لهم ولناديهم وللجماهير الفارسية. فقام الخليفي بالرد على مبابي بتصريح مضاد، اعتبر فيه أن النادي أكبر من أي لاعب واللي بغى يمشي الباب مفتوح. أما عن ريال مدريد الذي غرد وقال حاليا لا توجد أي مفاوضات مع مبابي لارتفاع سعر انتقاله، وأضاف أنه كيفضل يمضي معه العقد الموسم المقبل في انتقال مجاني. بانتظار آخر تطورات قضية مبابي أترككم في رعاية الله وحفظه.